أعزائنا المشاهدين حياكم الله معنا في المباراة الأخيرة اليوم اللي بتكون بين فريق ديفاين فنديتا من تونس وفريق جالاكسي لاسر إي سبورتس من الإمارات. مباراة حماسية وزي ما ذكرنا لكم قبل قليل إنه المباراة جدا متقاربة لأن فريق ديفاين فنديتا معهم 8 انتصارات و4 خسارات فقط، بالمقابل فريق جالاكسي لاسر إي سبورتس معهم 9 انتصارات و5 خسارات فقط، فبينهم مستوى مرة متقارب ويتنافسون على مين اللي يجيب المركز الخامس أو الرابع في البطولة وفي الموسم الثاني من كأس العرب. فراح نشوف مين اللي بيتفوق منهم في المباراة هذه. ناخذ نظرة سريعة على اللي موجود من فريق ديفاين فنديتا وايش ممكن يقدمون في المباراه هذه. طبعا بيكون عندنا في التوب لين جارا، في الجنجلتين، في الميدلين قعلول وزيكور اخر اضافه صارت مع الفريق، في الاي دي سي وبيكون جينزو هو السبورت. تكلمنا عن جينزو كثير بالذات بالامس على قديش هو يسوي روم وعنده كل بارتيسيبيشن مره عالي، فهو دين مع قعلول صراحه يعني ثلاث اشخاص جدا جدا تخاف منهم يلعبون حول بعض بشكل جدا كويس في الايلي جيم، وبعدها زيكور ودين في التاب وفي الاي دي سي يبدون يتفلتون عليهم مع قعلول والدمج حقهم يكون مره عالي، وهذا دائما نشوفه منهم. لكن فريق جالاكسي لاسر إي سبورتس ناخذ نظرة سريعة عليهم ونشوف مين اللي موجود معاهم في التوب لين. راح يكون تشينز معنا اليوم وجنجل اللي بيكون فيه اليوم وفي المدلين كفدي طبعا وجريدي وشمبانزي في الاي دي سي والسبورت. جريدي اداؤه قاعد يتحسن في كل مرة يلعب فيها وقاعدين نشوف منه اذا اعطيته فرصة يوصل للميد والليت جيم جدا جدا مرعب، لكن في الايرلي جيم اليمو مع تشينز مع كفدي مع الرومز حق شمبانزي مرة مرعبة ومرة صعب انك تتعامل معها، وهذا اللي يحمسك بالجيم هذا ان الشباب مره متقاربين بعض. نبدا على طول، الشامب سلكت راح يجي باي لحظه، لكن مورغان احب اسالك ايش ممكن يقدمون فريق جالاكسي لاسر اي سبورتس خصوصا الفريق ديفاين فنديتا يعني صاروا مره تيم سوليد وصعب جدا انك تهزمهم. بص يعني في اللقاء اللي فات ما بينهم هما الاثنين شفنا تفوق رهيب من ناحيه دي في الميد لين لما شفنا الميد جريفز من جعلول وكان في دين في الجونجل بكارثوس. توب لين كان عندنا الاورن بيك كانت موجوده على جارا، وبالبوت لين زيكور وجينزو. في الناحيه الثانيه كان عندنا جي اكس ار، بفكركم بس بالماتش سريعا سريعا، تشينز كان بكميل، في الجونجل كان اليمو بالليليان، ميد لين كان كيف دي بيوني، وكان جريدي وشمبانزي بازرل وليونا. انا شخصيا كمورجان اكتر ايديكاريز بحبهم في الاي سي، وبقعد اقول لك دايما دايما ان انا بحب الناس اللي بتلعب اجريسيف، الناس اللي انا شخصيا كاي دي سي مين بحب الناس اللي بتلعب اجريسيف جدا. فجريدي وتزيكور اما هيوش فان بوي، يعني انا بحب جدا الستايل اللعب بتاعهم. الجيم اللي فات ما بين دي في وما بين جيكس اور الاثنين ابدعوا صراحه، بس تزيكور بجينكس يعني كان في كليب حتى كانت موجوده على التويتش ساعتها، انسين ميكانيكس، ابدع في الجيم ده ابداع ما فيش بعده، لعب اجريسيف جدا، وحتى في الجيم اللي كان بيلعب فيه بدريفن قبل كده برضو. فالبوت لين ماتش اب ما بين جي اكس ار وما بين دي في انا شايف ان هو عليه فوكس كبير جدا. دي في بقوا تيم سوليد جدا جدا عن الايرلي الفيس بتاعهم لما كانوا في سبليت 1، كنا بنشوف منهم ميستيكس احيانا، ميستيكس كانت بتحصل في الكومز، ميستيكس كانت بتحصل في الليت جيمز، بس كل ده اتحول اكن ديفاين فنديتا زي ما انت قلت بقى فريق تاني خالص، بقى فريق سوليد جدا، بقى عندهم التيم كومز والكوميونيكيشنز احسن بكتير، الدرافتنج سكيلز عندهم اتحسنت اكتر، يمكن البلايرز نفسهم تحس ان زيكور وجعلول كانوا بيلعبوا بطريقه في الاول خالص، لا دلوقتي بقوا بيلعبوا بستايل تاني خالص. فدي في اتحسنوا اكتر بكتير، وجالاكسي ريسر انا ستيل شايف ان هم عندهم للاسف نفس المشكله، دايما الوحيد اللي كونسيستنت في التيم وبيكون موجود ببرفورمانس جامد هو جريدي، وفي الميد لين كيف دي ساعات بنشوف للاسف تشينز مش بيكون قد كده، وقالوا برضه في الجونجل حتى في الجيم اللي فات قدام دين كان السكور بتاعه في اخر الجيم 1-4 تقريبا قدام دين 7-3. فللاسف عايزين كونسيستنسي اكتر من كده من جالاكسي ريسر، التيم بيلعبوا كويس جدا بس الوينينج كونديشن بتاعهم بيكون اكتر على الايدي كاري، فحابب اشوف فوكس اكتر بكتير من الشباب من جالاكسي ريسر على البوت لين، حاول تشوت داون زيكور، كيف دي هيكون كونسيستنت قدام جعلول، تشينز في التوب لين لازم يبرفورم احسن من كده، والغلطات اللي حصلت في الجيم اللي فات قدام ديفاين فنديتا المفروض يكون يعني صلحوا المستيكس دي عندهم، لان جالاكسي ريسر انا شايف ان التيم كله رائع بس للاسف الكونسيستنسي عندهم هي اللي فيها مشكله. فعلا والشباب خصوصا في البوت لين يعني لو بيحاولون يركزون عليه اكثر، جريدي ممكن ما يحتاج انه ينتظر الى الليت جيم عشان يقدر يتميز، ممكن من الايرلي جيم بيقدر انه يسوي شيء كويس وبيطلع بادفانتج كبيره، واذا جريدي اعطيته ايرلي جيم ليد خلاص راح يفجركم، لكن بنشوف ايش ممكن يقدمونه ديفاين فنديتا. بالمقابل الشامب سلكت بدا الان عندنا في الشاشه زي ما هو ظاهر امامكم اعزائي المشاهدين، ديفاين فنديتا بيكونون في البلو سايد وجالاكسي لاسر اي سبورتس في الريد سايد، سايلس وفيدل بيكون اول بانز من ديفاين فنديتا، طبعا راح يسوون بان السايلس بما انه كلهم قارو قالوا يقدرون يلعبون فيه، زياده على كذا عندنا اللي هو او مو قارو قالوا معليش اللي هو بيكون تشينز من اسمه سايلس، وزياده على كذا بيكون كيف دي، لكن بالمقابل بيسوون بان الفيدل ستكس حق اليمو، لان يعني اليمو جدا جدا ما تعطي فيدل ستكس بيكون مره مرعب، ومن بدايه البطوله هو يحاول يلعب فيه بس المسكين دائما يصير التارجت بان. بس بالمقابل فريق جي اكس ار بيكون بان الكارثوس وبان الشن،
بنشوف ايش ممكن يصير في بقيه الشام سلكت. ديفاين فنديتا باندل توست فيت مع ان قعلول يلعب فيه اكثر من كيف دي، بس بما انه معاهم الكاونتر بيك ما يبون يعطونهم الفرصه هذه. والبان الاخير من جي اكسار بيكون اورن سميره اوبن. سميره اوبن سلام عليك، سبكتني يا مورجن، انا كنت اتكلم عليها ان جريدي بياخذها، ممكن زيكور ونشوفه يلعب فيها، ما ندري ايش اللي ممكن يصير. حمزه رايك بالشام سلكت، ايش ممكن يقدمون ديفاين فنديتا بما انهم في بلو سايد، ومين اللي بيكون الكاونتر بيك حق فريق جي اكسار؟ مين تتوقع؟ نتوقع الميد هو يكون الكاونتر بيك، نشوفو غريفز فيرست بيك و جهة أخرى ما كاينش نيدالي بان، نقدرو نشوفو نيدالي، معرفش واش جالكسي ريسر يقدرو يلعبو نيدالي في ديسنت ليفل، باقي بزاف ديال تشامبيونز أوبن، نقدرو نشوفو فيورا كاميل كارتشوس بان لدين أوف كورس، شفنا صراحة جود فيري جود بيرفورمانس من كارتشوس. هنايا كيما قال مورغان هو هيوج فان بوي ديال إيدي كاريز، نقدرو نشوفو جينكس عند زيكو، نقدرو نشوفو سميرة من غريدي اللي دار ريلي ريلي جود بيرفورمانس. هنايا ليليا أستالوك الأليمو اكسف جانجلر، شفنا هيكريم، شفنا ليليا، شفنا غريفز، وصراحه غريفز از ستارتينج تو جيت مور بوبولار على سبيت 1. سبيت 1 كنا كنشوفو بزاف ديال تشامبيونز، انا كنشوفو بزاف ديال غريفز، بزاف ديال كيندريد، بزاف ديال هيكريم، انا غنشوفو ميبي اش ايدي كاري تو ايرلي صراحه اوبن كريدي. ليه ما ياخذ سميره؟ صراحة شيء جدا مفاجئ، وآش بيسوي لها لكن شيم. طيب اوكي بنشوف زيكور اذا بياخذ سميرة بالمقابل، هو دائما معروف زيكور انه هو الشخص اللي بيقدر يوقف اي سميرة معنا في البطولة بسبب انه يقدر يلعب دريفن، هو الوحيد اللي يقدر يلعب دريفن ويفجرهم فيه. فيا دريفن بيكون اوبن، ممكن عشان كذا جريدي ما كان بياخذ سميرة انه عارف ان دريفن اوبن، وممكن الشباب ياخذون على طول ويسوي له شتداون، ممكن هذه الخطة. لسه كنت اتمنى ان هو يعني جريدي ممكن يكون توقع ان ممكن يكون في الكيتلين مورجانا بوتلين كاونتر على طول على سميره ويعملوا لها شوت داون للتشامبيون من التشامبيونز اللي لو ما خدتش ليد في الايرلي جيم، واحنا عارفين ان جريدي من اكتر الادي كاريز الاجريسيف زي ما قلت لك هو زيكور. فطبعا الماتش ما بينهم هما الاثنين مش هيكون محكوم بالانديفيديوال سكيلز قد ما هيكون محكوم اكتر بالميتا وبالبيكس. يعني انت لو بتلعب بسميره قدامك في اللين كيتلين ليونا او كيتلين مورجانا او دريفن ليونا او دريفن مورجانا، اي كومبو مع دريفن مستحيل ان انت تكسب. ف شايف ان هو يعني سميره بيك هنا كانت بالنسبه لجريدي مش هتكون اوبتيمال، على قد ما كانت زيكور ممكن هو اللي ناقش شويه على حوار الازر البيك، لكن سميره من جريدي كانت ممكن تبقى ريسكي شويه بالضبط، لانه زي ما قلنا انه زيكور هو الوحيد اللي بيقدر يوقف سميره عند حدها صراحه، ما في احد اي من الاي دي سيز اللي معنا في البطوله يقدر يلعب دريفن الا هو. لكن بالمقابل راح نشوف باقي البيكس من فريق ديفاين فنديتا وجي اكس ار. عندنا دي في شباب في البلو سايد بياخذون ازريل وراكان كاي دي سي وسبورت. طبعا شيء اشوف انه سيف شوي انك تاخذ السبورت بدري خصوصا في البيك الثالث من البلو سايد، مع انه دائما نقول انه البلو سايد مفروض انك ما تاخذ او ما تطلع السبورت بيك حقك مره بدري، بس جي اكس ار بالمقابل راح يطلعون السبورت بيك حقهم ايضا بعد ما شافوا راكان يسوون بانثيون اش في البوتنين. بيصير عندهم صراحة كمية روم وروتيشنز مرة كثيرة وسكرمشز اللي يقدرون يبدونها مع التمت بانثيون اللي بيقدر يسوي روم على راحته، ونفس الكلام اش مع الارو بيبدعون صراحة المفروض. لكن بنشوف ايش ممكن يصير في الفيز الثاني. باقي عندنا التوب لينر والميد لينر من ديفاين فنديتا، بنشوف ايش بيلعب جارا مع قعلول. جي اكس ار بالمقابل بيكون باقي عندهم نفس الشيء في التوب وفي الميد لين. هذه الماتش اللي بتكون واضحة الان، مالفايت وفوليبير بيصيروا بان من جي اكس ار، كميل من ديفاين فنديتا، بنشوف ايش بيكون البان الاخير. بنشوف اذا بيركزون على الكاري توب لينرز، مع انه تشينز بما انك بنت سايلس دائما هو يتجه انه يلعب على البروزرز والتانكس اكثر، هذا بنشوف ايش ممكن انه ياخذ المقابل. رايك بالموضوع يا حمزه؟ صراحه كاري توب لينرز كلهم باند، شفنا كاميل بان، فولي بيرن كتابو صراحه كاري توب لينر ماشي بروزر، سايلس شفنا ماجد ولا شينز يلعبوا في الطوب، بقى فيورا اوبن، معرفش صراحه شينز يقدر يلعب فيورا. ونرجعوا شويه للبيك ديال ازريل، هنا صراحه فور ديفان فوديتا سميره كان جود بيك، ما تنساوش ارو ديال اش سميره از ريلي جود ات ديناين بروجكتايلز دبليو نتاعها. ذا سميره بيك ريلي ميد سنس، وريفن بيك مع عند جالكسي ريسر. تشينز يبدو لي انه بيجرب شيء جديد معنا في البطوله، لانه ما ادري صراحه ايش اللي ممكن يقدمه اذا لعب ريفن. ما قد شفنا نشوفه يلعب على كيريس كثير، لكن ريفن اختيار كويس وقاعدين يشوفوا هاليومين بزياده صراحه. بس ايش اللي ممكن يكون بالمقابل يا مورغان؟ مين تتوقع؟ رينكتون بيك موكاي. اوكي يعني ما ادري صراحه ايش اللي قاعدين رينكتون بيك كانت ممكن تكون كويسه جدا قدام ريفن في الايرلي، لان في الشورت تريدز وكده الوان شوت بوتنشال عند يعني رينكتون صعب الوضع جدا على ريفن، بس يمكن مركزين اكتر هنا دي في على الفرونت لاين بما ان هم عندهم ازريل،
وكمان عندك الجونجلر مش فرونت لاين قوي جريفز، يعني هم مش واخدين حد مثلا زي سجواني، مش واخدين حد زي جورفن. ممكن نشوف طبعا كاسيوبيا من جعلول، وادي الكاسيوبيا لوك ده من جعلول بالفعل اوريدي. فالتيم بكون بتاعتهم فوكسد اكتر على الموكاي، على فرونت لاين، على الانجيجز من ركون. فهم كده عندهم اتنين فرونت لاينرز، وهيكون طبعا جعلول. انا كنت متوقع لغايه اخر لحظه ان ممكن يكون في ازر الميد من جعلول، بس بعد الموكاي بيك لا، لان احنا عارفين جعلول متعودين جدا منه ان هو بيلعب فليكس بيك عادي، يعني جريفز ميد لين مفيش اي حد هذا يعني شيء مجنون صراحه. نو وان سو ذات كومينج، نو وان سو ذات. بس هو يعني كان متوقع لانه ضد يوني عرفت. okay. المره هذه بيكون ضد كيانا، وممكن جريفز يضبط ضد كيانا صراحه. اوكي بيكس جالكسي ريسر ريلي ويرد عشان ام جونا فوت جالكسي ريسر يعني من الحين على طول. طيب قول لنا ليش البيكس ديلو مار ريلي فان. اولا يلعبون ريفن، انا ريفن انتوزياست، اي لاف ذا تشامبيون، كل ميكانيكس اللي في ريفن. اول كيانا شوفوها في اي سي، انت واحد مثلا تسمي يلعب كيانا، شيز نوت ريلي بوبيلر في يوروب، ولكن في تشاينا وفي كوريا كيلعبوها كتير وكتير. اش هايبر كاري غادي تكون في باك لاين دير دامج، ليليا بسي سي ودامج، بانتيون بوينت اند كليك ستانز. من جهه اخرى عندنا ديفاين فونتيتا، عندهم مور كلاسيك كامب، كاسوبيا، ازريل، هايبر كاريز، وقدامهم ماوكاي، راكان، يديروا انجيجز، يديروا بيل، وجريفز يكون هو الايرلي بريزنس في الماب اللي يخليهم، يخلي كاسو تلعب مرتاحه، يخلي جارا يلعب مرتاح. كاين بوتنشال ان ريفن تقدر تقتل ماوكاي ايرلي جيم الى عمل ميس بلاي. It's hard إلا ما وكيمشا دوران شيلد، أفتر شوك، دكشي كامل لي all the good things, all the skilled champions. وصراحة ديفان فوتيتا all they have to do is scale. عندهم كاسوبيا إزريل mid late game they win team fight if they don't misplay. جالكسي ريس بجاء أخرى إلا مشاو تربحوا early game بريفن بكيانا ببانتيون. رومز غادي يكونوا الفايتس سريعة جدا، دامج تعريف الكيانا بانتيون رهيبة و Yeah, it's gonna be fun to watch. جدا صراحة. لكن حمزة بس قبل ما يعني تتأكد وتسوي له كل التصويت حقك، أنا حاب أسألك إنه مستوعب كمية الأيدي اللي موجود مع فريق JXR، يعني كلهم مرة هذي أيدي ما عدا ليليا، فبيكون موكاي مرة صعب إنك تأخذ عليه الكل. إذا جاب الأيتم الثاني حقه حرفيا حجر في شجرة كده بوسط التيم فايت ما طيح أبدا. فرأيك يعني هل بتتأكد إنه JXR هو يكون التصويت حقك مرة؟ JXR loses late game in my opinion صح. anyway it was low late فهم. game full AD comp huge damage dealer هو ريفن كيانا و اش it was low late game غنشوفو بعدا probably 4 tabis يعني كاسو تقدرش تاخد boots غنشوفو armor items من عند ماوكاي غنشوفو زونياز من عند كاسوبيا غنشوفو iceborne gauntlet من عند ازري يكون صعب جدا من ان جالكسي ريسر ياخدو kills غنشوفو last whispers و سكوب جيل اخرى من عند ريفن من عند كيانا ولكن ما كنظنش انها تكون كافية من all the EOECC اللي عند ديفان فوديتا بلشيد ماوكاي بلشيد راكان نوكاب ديال راكان من ساوش المياسمة كان كاسو اللي كيحيد قاعد داشة زي ريفن كيحيد داشة زي كيانا كيحيد الابيليتي البانتين انه يدير W يعني كلهم direct counters للشامبينز لجالكسي ريسر ولكن they have a chance if they لكن التصويت برضو مصر على انه بيكون JXR. اوكي طيب سمعت اعزائنا المشاهدين ايش اللي قال حمزه لكن مورغان نبدا معاك رايك في التيم كومبوزيشنز وقاعد يهز راسي يقول لا يدبلي بيصوت الديفايف فانديتا قول لي ليش يعني مش عاجبني صراحه ان التيم كومب عند جالكسي ريسر بص لحد الاش بيك كنت ممكن اوافق معاك واقول لك ان حلو جدا ان هم واضح ان كل واحد فيهم واخد كومفورت بيك وكل واحد فيهم داخل يلعب الجيم على اساس ان هو مرتاح جدا في اللين بتاعه وبيلعب بتشامبيون هو واثق بيه بس ليه سميره اوبن للايدي تلعب على الايرلي جيم وداخل تلعب بتيم كومب كلها معاها هيفي كيل بوتنشال يعني شمبانزي يمكن مفيش بوت لين حرفيا بيكومبو مع بانثيون احسن من سميرة الباسيف بتاعها هو هي ودريفن من احسن الايدي كاريز اللي ممكن تكون على داك البوتنشال عالي انت عندك سميرة التيم كومب بتاعتك هيفيلي بيزد على الايرلي جيم طب ايه اللي خلاك تاخد اش وانت عندك سميرة اوبن وقدامك تزيكور بازريل وقدامك جينز وبركان اسهل حاجه عند سميرة ان هي تقدر تدوج تبلوك كل سكيلات ازريل بالدبليو بتاعتها واسهل حاجه عندها ان هي تدوج الجراند انترنس بتاعت ركان بالاي والد رش فالانجيج وكل بوتنشال عند تزيكور وجينزو كانت هتكون شبه مستحيله على جريدي وشمبانزي لو كانت الاش بيك دي سميرة فانت ليه واخد اش طالما انت داخل تلعب على الايرلي جيم وانت عندك سميرة اوبن وسميرة من الشامبيونز اللي لو كانت عملت سنو بول انا شايف ان كان هيبقى صعب ان انت تعمل لها شوت داون لو انت دي في بس فعلا التيم كومب بتاع الدي في احسن بكتير كليت جيم كومبوزيشن احسن بكتير كتيم فايتس فجي اكس ار حلهم الوحيد ان هم كانوا يلعبوا على الايرلي فمش عاجبني خالص اختيارهم لاش عاجبني جدا اختيارهم للكومفورت بيكس بس تيم كومب كلها فوكس على الليت جيم اسف كلها فوكس على الليرلي جيم ليه تاخد اش
ليه تاخد ايش وليه بخلاصه بخلاصه مورغان كان بغي يشوف جريدي اون سمير اهو بس مقهور انه ما اخذ سمير اكيد يعني غير جريدي اون سمير يعني العب بحاجه هو بص هو كان ممكن ياخد دريفن او ياخد حاجه تانية قويه ايرلي بس ما حد يلعب دريفن الا زيكور طيب مورغان هو هذا الفكره بالضبط بالضبط ما حدش بيلعب بدريفن غير زيكور ف الاش بيك دازنت ميك اني سنس بالنسبه لي صراحه طيب لو انك مكانه مين بتاخذ كيتلين عشان تقدر تلعب على ليرينج فيز باللي جيم كان ممكن جدا كيتلين كان ممكن جدا كيتلين بس كيتلين مش احسن تشامبيون قدام ركون وازر بالضبط يعني. هو هذا الفكره فايش بتسوي غير انك تاخذ اش او ممكن لو الجيم وصل لليت جيم اش يكون هو زي ما تقول الحل الوحيد منهم اللي يفوزون الجيم بما انها بتسوي سكيل كويس بس هل اش بانثيون هو البوت لين الامثل ابدا لا اتفق معك صراحه ابدا لا فراح نشوف شغله يصير فتصويتك يكون بعد ما مدتها يعني يا طيب اوكي كذا انا مبسوط المحللين مره ثانيه بيختلفون بالراي حقهم كل واحد منهم يصوت الفريق نبي نشوف اعزائنا المشاهدين ايش تصويتكم انتم مين تتوقع اللي راح يفوز المباراه هل بيكون فريق جيكس ار مع الايرلي جيم الجدا جدا قويه منهم او انه بيكون ديفايف انديت راح يلعبون سيف موكاي بيجيب الارمر ايتمز وبيصير جدا تانكي ما حد يقدر يقتله وباقي تيم راح يكري تيم فايت معاه فنبي نشوف ايش اللي ممكن يصير في المباراه ليت جيم ديفايف انديت او ايرلي جيم جي اكس ار بالتوفيق لهم ان شاء الله ويلا نروح مع المعلقين ونتابع المباراه شكرا يا عزوز وشكرا لاستديو التحليلي والسلام عليكم للمرة أخيرة اليوم معكم رايزو في البلاي باي بلاي كاستنج في هذه المباراة الشيقة لفريقين زعما صراحة متقاربا في المستوى معي الأستاذ فؤاد البيجي التونسي فؤاد أنا أظن ليس يعني هناك محل للسؤال ليس هناك محل للسؤال وكذلك يا ريزو مباراة مهمة جدا ما بين فريقين كيف ما قلت مستوى متقارب ويبدو أن الصراع على المرتبة الرابعة بين الفريقين هذو مباراة الثأر خلينا نقول بالنسبة لفريق جالكسي ريسر لأنه في مباراة الذهاب خسروا أمام ديفاين فانديتا فممكن يثأروا أو لا مش عارفين نكتشفوا مع بعضنا رأيك في تيم كومبس يا ريسو صراحة أنا متفق مع السود التحليلي يعني عندنا فريق فول اي دي من طرف جالكسي ريسرز فإذا استطاع فريق ديفان فانديتا الوصول إلى الليت جيم عندهم موكاي تانك رهيب جدا أي يسووا فول أرمر عند جميع أفراد الفريق طبعا ينجز عند جميع أفراد الفريق ويكون صعب جدا الأمر على جالكسي ريسرز أن يسووا أي شيء في الليت جيم خاصة ريفن تسويني فولينج في الليت جيم رهيب جدا أنا نشوف ما هو الأداء لهذا الفريق في جالكسي ريسرز في الأولي جيم خاصة عليهم أن يسوون أن يصنعوا الكبير في الأولي جيم للوصول إلى شيء ما أما إذا حصل العكس إذا استطاع ديفان فانديتا أن يسوون هي تمبريجيشن للمباراة ترتلينج للمباراة الليت جيم ستكون مباراة من نصيب الفريق التونسي ديفان فانديتا نتفق معك في الرأي زادا يا ريزو عنا يعني competitive play ضد solo queue تقريب هذا ملخص يعني التيم كومبوزيشنز من عند كلا الفريقين مباراة مش تكون مهمة برشا كيف ما تحدثنا ولكن نحب نشوف يعني ريفن شنو باش تعمل في لين مهم جدا البيك هذا يمكن ثاني مرة نشوفوه يا ريزو البيك هذا في الاي سي ولكن بالحق معناه ما فهمتش علاش ما فماش اي بي دامج لانه غريب شويه الامر هذا فانت كانك تقول اوكي يعني خذوا ارمور هو الشيء تلاحظه في السولو كيو يعني يقول لك تيم كله عندهم اي دي دامج اشتري ارمور وفي اخر امر حتى حد ما يشري ارمور هذه حياه السولو كيو ولكن انت ما تلعبش في السولو كيو يعني كن متاكد وانه جميع الافراد باش ياخذوا ارمور فمصيبه كبيره الحقيقه على جالكسي ريسر والشيء هذا يعني وانه اذا كان يربحوا المباراه هذه الحق يعني باش يكون فوز مستحق 1000% نعم 1500% صراحة وهنا بيك ممتاز جدا من طرف دين في الجنجل هو أخذ غريفز وغريفز الكل يعرف أنه بالإي بتاعه يسوي ستاكس وكل ستاك يعطيه أرمور زايدة يعني صراحة بيك ممتاز جدا أمام الكومبوزيشن اللي فيها موستلي أي دي هناك ليليا صراحة أي بي دامج ولكن مش كافي الأي بي دامج من طرف ليليا صراحة ما يكونش كافي خاصة إذا استطاعوا أن يسووا تيم فايت ممتاز جدا ديفان فانديتا من جهة أخرى عندنا الكثير من الدامج أي دي عندنا ريفن عندنا كيانا أش وبانثيون في السبورت ولكن قليل من التانكس القليل من الفرونت لاين يعني هنا يكون اولين اذا استطاعوا ان يسووا اولين ونجحوا في البيكس سيفوزون بتيم فايت جالكسي ريسرز ولكن اذا لم يستطيعوا فستكون المباراه من نصيب ديفان فانديتا خلينا نشوف هنا البوتلين عندنا سيكور يلعب ازر بتاعه سيكور الموهوب جدا في الاي دي سي ومازال صغير في السن صراحه سيكور وجينزو معاه في هذا سبورت بالركان يكون بيل يكون نوكوبس يكون سي سي يكون بوك خاصه من طرف ازريل خلينا نشوف المباراه الاداء من طرف الفريقين على المقارب سنذهب الى المباراه ونشوف جماعه اش غادي يصير في هذه المباراة الأخيرة لهذا اليوم
انا نكون ديما سعيد اذا نشوف زيكور على الشامبيون عنده جلوبال التيميت، لانه الحقيقه متعنا جدا بالسنايبس نتاعو، يمكن احسن قناص في سبليتو حاليا. هذا شيء يسعدني ونتصور يسعد جميع المشاهدين. بطبيعه الحال شباب نذكركم وانه فيكم تصوتوا يعني على نتيجة هذه المباراة إذا كانت حاب تربحوا 30 دقيقة. تذكير عزوز تعب مسكين، عزوز ديما يذكرهم بنفس الأمر. خليني أنا نذكركم مرة أخرى، ما تحتاجوش تكتبوا نقطة تعجب فوت أو نقطة تعجب كليم، ما تحتاجوا تكتبوا ولا شيء في التشات، كل شيء يتم عن طريق البلاجين أو عن طريق ال ايش اسمه بالعربية ديما يقولها عزوز نساء، الملحق. اي عن طريق الملحق. اوكي ان شاء الله تكون وصلت الرسالة. شو مازال يكتبوا، مازال يكتبوا تعجب في الشات، تستفزوا فيا يعني. الشات ترول صراحة. وشوف سيكور هنا يسوي يعني شطحة ممتازة جدا من ازريل، يعجبوا السكين بتاعه. نايس بلاي من طرف سيكور هنا صراحة في الاولي جيم، شطحة ممتازة جدا، كنترول ثلاثة وهذه هي شطحة ازريل. نايس نايس نايس. نشوف هنا احترام من طرف الفريقين جالكسي ريسر وديفان فوتا، مش هناك انفيد، مش هناك يعني ليت انفيد، خاصة هناك احترام من طرف الفريقين. بداية في البلو سايد من طرف أليمو بالليليا بتاعه، ومثل أخرى دين يفضل يبدأ بالبلوبة بتاعه ويشوف ربما جانك بالأولي في البوتلين على هذا سيكور باش يساعده يسوي أولي جيم ممتاز. إذن بداية عادية جدا لهذه المباراة. تذكير وأنه ديفاين فانديتا الفريق التونسي رابح 9 وخسر 4 مباريات، في حين أنه جالكسي ريسر إي سبورتس رابحين 9 مباريات خاسرين 5. متقارب جدا المستوى بين الفريقين هذم. كالعادة جارة موجودة على التانكس، فما نصورش وأنه باش نشوفوا تركيز كبير على التوب لين. ممكن كالعادة البوت لين أو الميد لين باش تكون هي وجهة دين، أو على الأقل اللين اللي باش يهتم بها دين أكثر في المباراة هذه. وهنا صراحة أحب الإشارة إلى سمنر اللي قالوا لأنه يأخذ بارير بالكاسيوبيا نتاعو. نشوف ربما تي بيز أكثر من طرف كاسيوبيا، ولكن هنا أمام الكيان، أمام كيف دي بالإيجنايت بالدمج الكبير لهذه الكيان، يكون احترام كبير من طرف قالوا لي يأخذ البارير ويكون يحاول أنه يسوي أولي جيم فيه الفارم فقط بدون أن يعطيه أي كيل لي كيف دي. كيف دي المعروف على كيان أنه بعد الليفل 3 يكون عندها دمج رهيب جدا ويكون عندها سي سي هو كمان. نشوف كيف سيفعل قالول في الميد لين أمام هذه الكيانة. عنده هنا كونكرر، كونكرر تسوي هيلينج رهيب بالإي إي وراء إي وراء إي. أنت بتعرف يا أخي جيلي فيش أنه كاسيوبيا بعد 2 آيتمز تكون صعب جدا قتلها، خاصة بهذه الرون. نشوف إذا استطاعوا الوصول إلى هذا الحد أم لا فريق ديفان دوتار. نشوف توب لين شينز يسوي دبوك كبير على جارا من أولي جيم، وهو كذلك يا ريزو الباور سبايك يعني من عند قالول او من عند الكاسيوبيا خلينا نقوله تجي يعني بعد مدة، فمن المستحسن او من لازم انه قالول يحترم الايرلي باور اللي موجودة عند كيانا، ولكن هذه مش مهمة صعبة عليه لانه متعود يلعب بسكيلينج شامبيون وممكن معروف بالكاساد سيجنتشر بيك اللي هو خلينا نقوله شامبيون لازم تنتظر الى الليفل 16 باش تبدا تلعب. فما نتصورش قالول ينقص الصبر في المباراة هذه، لكن جينزو من ليفل 2 جينزو نوك اب على جريدي مباشرة، فولو اب من طرف سيكور دمج كبير. شمبانزي ياخذ كثير من البوك من طرف سيكور اللي يتقدم الى الامان، وفي جهة اخرى نشوف أليمو ياخذ السكوت كراب في التوب سايد بينما دين يتجه نحوه. يعني نشوف ربما هنايا 1 في 1 في جنجل مباشرة، عنده فيجن. نشوف انا قالول هو كمان عنده فيجن، ربما نشوف جانك من طرف أليمو في الميد لين يتقدم كيف دي هو كمان. شوف في الميد لين ليس هناك معلومة على دين، ولكن هو دين عنده ريد بف ويتقدم في الميد لين. نايس نايس تراي صراحة، ولكن مش كافي. ولكن في البوت لين شو جريدي فضل يصير فلاش اوت، ومصاصم جينزو يسوي دمج كبير. ايجنايت على جينزو، فلاش اوت طرف جينزو، ولكن زيكور يتقدم الى الامان وايجنايت من طرف جينزو ياخذ الكيل. وفي جهة اخرى يبقى شامبانزي امام سيكور 1 في 1. هناك أليمو في الجنجل هو قريب جدا، ولكن ما كانش ممكن ان يسوي نيا اي جانك قبل ان يسوي سكوت كراب. نايس بلاي من طرف ديفان فونديتا وفيرست بلود في دقيقه 4 من المباراه. كيف المباراه الفايته بالنسبه لديفان فونديتا، اول كيل تكون موجوده في البوت لين المره هذه، للاسف الكيل على جينزو. ولكن من الجهه الاخرى جارا ليبدو ان الوضع تحسن الحقيقه بالنسبه ليه قد ما يتقدم الوقت في هذه المباراه. مفروض على تشينز انه يرجع للبيس تي بي، نتصوره باش يستعمله والا باش يخسر ويف كبيره جدا في التوب لين. هذا التي بي موجود من عنده، تي بي ادفانتج اذا عند جارا. يمكن مهم الشيء هذا خاصه وانه التنين الاول في المباراه هذه بعد 3 ثواني باش يكون موجود على الخريطه.
نعم، والتنين الاول يكون تنين النار، تنين النار اللي يسوي 4% بف في الاي دي والاي بي، ممتاز على الفريقين خاصه هنايا الكيانا والريفنو كيشوف داش ان طرف كيبداو دماج كبير جدا من طرف كيبدي. يا سلام على بوك على قالول نو مانا قالول نو اتش بي قالول، هنايا فوضى خطير جدا اذا كان هناك اليمو، ولكن اليمو هو كمان سوبر لو، ليس هناك دايف بوسيبيليتي في الميد لين، يرجع لوراء كيبدي وياخذ الفارم تاعو. ومهما ذلك قالول عنده ادفانتج في السياس حاليا، ولكن هناك ويب كبير جدا عند كيبدي. نشوف هنايا دين الحق يحاول يسوي هنايا ربما انفيد، ولكن نشوف شمبانزي الروم من البوتلين. نعم دين يحاول انه يكسر الفريز من عند كيف، لانه الحقيقه باش يتكلف غالي جدا القعلول اذا كان الفريز هذايا ينجح من عند كيفت. هذا اللي يقوم به الدين ويتجه مباشرة الى التنين، ممكن نظرة على اليمو اللي يرجع للبيس ياخذ شوية ايتم يجهز نفسه الى هذا التنين الناري. دين وجينزو موجودين على عين المكان، يمكن يموت هذا التنين قبل ما يوصل اليمو اصلا. اوكي يبدو انه اليمو ما عندوش رغبة يعني يتجه الى التوب سايد من هذه الخريطة، فمفروض يكون ان كونتستد ديفاين فانديت ان كونتستد كمان. وهنا صراحه علي مويدا بلا التوب سايد، فهناك اول تنين في المباراه يذهب الى فريق ديفاين فانديت في دقيقه 6 فقط من هذه المباراه. نشوف هنا ربما الخطه اللي لعبها هنا بها دين واش يكون جانك في بوتين، لكن هناك وارد هناك فيجن. شوف احترام شمبانزي وجريدي لهذا الجريف، يرجعون الى الوراء تماما، ربما نشوف منهم فريز ام ربما نشوف بريشر من طرف جينزو لكي لا يتركهم يسوون الفريز نتاعهم. نشوف عن قريب، ولكن صراحه هذا فريز من طرف اشلا دبليو وبوش من طرف اش. اوكي جريدي يسوي بوش، صعيب جدا تعمل فريز خاصة ضد زيكور بالازريل نتاعو، لانه بكل سهولة ينجم يفرم كيف ما يقولوا الشباب سيفلي بالكيو عن بعد. دين يبدو انه الوجهة التالية هي هذا الريفت سكاتل. البلو باف موجود لمحال من عند اليمو، شوف اليمو وين موجود ياخذ في البلو باف من عند دين. كيفت كذلك على مقربة من المكان، وتريد باش يكون من جهة دين، كذلك هو باش ياخذ البلو باف من عند اليمو، فوضع نعم متساوي لحد الان بين هذوما الجانجلرز. يا شادو وينج ممتاز جدا من طرف فريق جالكسي ريسز، يدابون كمان يعني الميد لينر وتوب لينر لمساعده اليمو في اخذ جنجل توب سايد للجريفز. ومن جهه اخرى دين هو كمان يدخل الى جنجل بوت سايد لاليمو بمساعده الجنجل بمساعده قالول، وياخذ جميع الكامبس حاليا نورمالمون يسوي فول كلير. نشوف اذا استطاع ان يسوي فول كلير قبل الرجوع اليمو الى جنجل بتاعه. حاليا كاسوبيا اخذت البلو باف لاليمو تذهب الى الميد لين، ويكون عندها ربما ايزير لين في لينينج امام كيف دي بالبلو باف والمانا انفينيت. نشوف ماذا سيسوي هنا صراحه في توب لين. الامر يبدو لي بانه مهما ان هناك تفوق من طرف تشينز غارا يكون هنا عنده تانكنس. اتس جود اتس جود انوف كيف دي في مازي اخويا هنا داش ان طرف. اوه التيميت سوبريم ديسبلاي اوف تالنت وتريبل مان سي سي، ولكن وفلاشين والتيميت، ولكن مش كافي من طرف دين. 1 اتش بي كيف دي ويرجع الى الوراء، نايس تراي من طرف دين ولكن مش كافي لسوء الحظ. في كل الحالات الشيء هذا باش يكلف كيفت الويف اللي موجوده في الميد لين. لا يقرر وانه يبقى كالعاده الحيله نتاع انه يتظاهر بانه عمل رجع للبيس، ولكن يتبين انه لا مازال موجود. اوكي من مصلحته كذلك او من حسن حظه انه اليمو على مقربه من المكان، في حاله انه قالوا القر وانه يقوم باي حركه عدائيه تجاه هذه الكيانه. اليمو لمحالة متقدم في السياس وفرق كبير الحقيقة بدا يظهر الشيء هذا، بالرغم من هذا يبدو أنه الجولد ادفانتج حاليا يخدم مصلحة نسور قرطاج ديفاين فانديت. نعم حاليا عندهم الادفانتج، ولكن شوف التوب لين غارا يتقدم بورصة على تشينز لفوتس. شوف بوك غارا يا سلام، هذا التانك يسوي دمج رهيب جدا على هذه الريفن بوكس بوكس علبة علبة كما يقولون بالعربية. نشوف هنايا الهيرات الاول اللي ذهب اليه اليمو مباشرة، وهل سيكون هناك كونتيست من طرف ديفاين فانديتا ام لا؟ ليس هناك برايو في التوب لين، ليس هناك برايو في البطل في الميد لين، ولكن ليس هناك فيجن على اليمو، لا احد يعرف انه يسوي هذا الهيرات. ريفن يبدو انه مش مستمتع جدا بهذه التوب لين، خاصه بعد البرامبل فيست اللي موجوده على غارا. هذا يعني وانه صعيب جدا على تشينز ان يقوم بالدمج اللازم على هذه الشجره، خاصه بالسستين اللي موجود عند غارا، فصعيب جدا انك تقتلوا السيد هذا.
صعب جدا صعب جدا، والامر سيصعب ويصعب مع مرور الوقت لانه سيكون عنده الايتمز هنا الان، عنده برامبل فيست تسوي الانتي هيلينج وجريفيوس وونز للريفن. الهيرالد تم تسويته في الميد لين من طرف اليمو مباشره ديريكتلي بعد فعله، ويكون عنده النطحه الاولى ياخذ بها تو بليت حاليا، ولكن شوف قالوا يتقدم التيميت طرف قالوا 1 في 2 قالوا في الميد لين كيف دي فوز يصعب سوبر لو، ولكن استخدم جيمز هو كمان من الجهه اليمنى يبقى انا شامبازي فاضي يصعب يسوي شيلد له وتمبوريزيشن كبيره جدا، ولكن واش كافي فلاش من طرف وفلاشين من طرف قالوا والكل الاول ياخذه قالوا في هذه المباراه، ولكن شوف اليمو يتقدم هو كمان من الجهه اليمنى جيمز فاضي يصعب في توب لين دين يتقدم يساعد جارا تشينز فاضي يصعب سي سي كبير من طرف جارا تشينز فلاش اوت تشينز التيميت فلاش من طرف جارا سلو والتيميت، ولكن واش كافي تشينز اوبن من المعجزه لا الكل ياخذه دين، وهنا كيل في الميد لين كيل في التوب لين من طرف ديمان بضيطة نايس بلاي اوفرول في الخريف. وهو كذلك نسق سريع كان في الدقيقة الأخيرة هذه، بطبيعة الحال يبدو أن ديفاين فانديتا هما اللي يخرجوا منتصرين في هذه العمليات، لكن أليمو يمكن هو وكيف عندهم الرد. غارا ولتيميت من طرف بونتون في التوب لين غارا فاضي صعب غارا سوف يموت ويكون هنا الكيل عليه، ولكن او سوبريم ديسبلاي اوف تايم من طرف كيف دي ودمج كبير جدا، وهنا دراوزي من طرف ليديا والكيل على اليمو 2 فور 0 في التوب لين، هنا اوفر ستاينغ من طرف توب لين وبالتوب سايد فريق ديفان فونديتا هيكون عليه عقاب كبير جدا من طرف فريق جالكسي ريسرز. هذا الانتقام يجي من عند جالكسي ريسر اي سبورتس كرد يعني على العمليه اللي قاموا بها ديفاين فونديتا في الميد لين. جريدي يحترم وانه بوجود كل من شامبانزي ومن كيفت في التوب لين، هذا يعني وانه هو قد يكون مصب انظار دايف من عند ديفاين فانديتا. مهم جدا هذا الاحترام اللي يوري فيه جريدي في هذا اللقاء. شامبانزي يرجع للبوت لين والامور كل ترجع نورمالمون او ترجع ما استعملوهاش الكلمه هذه لانه مش الجمهور كل يحكي بالفرنسيه، الأمور ترجع في مجراها. التنين القادم موجود يا ريزو اللي هو التنين الغيوم، من مصلحة شكون باش يكون؟ عنده السؤال صراحة، هناك برايو في الميديم طرف قالوا شوف البوك اللي يسوي على كيف دي كيف دي يسوي بوش صراحة مباشرة، ولكن في البوتلين نشوف بأنه جينزو يذهب لتشادوينغ مع دين، ولكن الجهة الأخرى ليس هناك سيكور يأتي من البيت حاليا كيف دي يتقدم على هذا التنين، والتنين يكون يبدأ من طرف فريق جالكسي ريسرز، هل سيستطيعون إنهاء قبل وصول الجنجل أم لا؟ هنا بيج دامجز وميد لايف هذا التنين، ولكن نوت تيم فايت ألتيميت من طرف إزر لا يمس أحد، هنا يأتي بي مباشرة في هذا التنين أوه كريستال أرو على قالوا مباشرة دمج كبير جدا، ولكن شوف جينزو هنا الدريك يأخذ من طرف اليمو مباشره، شوف دمج كبير على شامبازي 1 اتش بي، هنا فلاش من طرف اكزيكور لا ليس كافي، ونشوف هنا كاركتر ليس يتقدمون، هناك تشينز بي سي سي ربما لا السي سي لا يموس مره اخرى الدبليو، هنا يكون تنين للا شيء من طرف فريق جالاكسي ريسرز، يعني ممتاز جدا هذا التيم فايت. صحيح اول تنين لمصلحتهم في اللقاء هذايا، كذلك تحيه كبيره جدا لجينزو اللي انقذ الموقف خلينا نقولوا بالجراند انترنس نتاعو. دين يمنح البلو باف متاعه كالعادة إلى غالول، غالول اللي متقدم بعشرين سي اس حاليا، متقدم بكيل في الميلين، ونتصور وأنه ثم فرق محترم في الجولد ما بين غالول وكيفت. في التوب لين نفس الشيء يعني باش نشوفه مرارا وتكرارا، تشينز يفشل الحقيقة في أنه يعمل أي أدنى دامج على هذا التانك، هذه الدبابة، هذا الجارة يعني 800 جولد فرق في الميد لين ادفانتج اللي قالوا حاليا، وانا بحب الجبل اللي يسوي قالوا هنا اخذ التير اولا اللي يسوي ستاكينج اسرع بما يمكن، وثاني ايتم ياخذ هو الارم بورد سيكر امام هذه الكومبو اللي فول اي دي صراحه ممتاز جدا هذا الايتم، نشوف مش ممكن اللي قالوا اخذ الطابي نينجز لانه كاسوبيا وكاسوبيا مش ممكن تاخذ البوتس، ولكن اخذ الارمر في الارم بورد سيكر وهذا ايتم ممتاز جدا، نشوف اذا استطاع انهاء السيرف امبريس ثم الزونيا امام هذا الكيف دي سيكون ايتم ممتاز. في الجنجل هناك تفوق في السياسة من طرف أليمو يحاول يسوي جانك على قالول نايس سايس من طرف قالول، هنا ميازما ولكن أليمو فجأة وجهة أخرى لا سوبريم ديستروير من ياموس من طرف كيف دي، هنا يبقى دراوزي مباشرة على قالول ولكن سوف يموت نايس تراي من طرف قالول 1 في 3 بالبانتيون ألتيميت ولكن غير كافي، ويأخذون الكيل جالاكسي ريسرز مباشرة في الميدان في التوب لين، تشينز ما زال يحاول أنه يسوي 1 في 1 أمام جارا، ولكن شوف جارا الآن بالأرمر اللي عنده صعب جدا على الريفن أن تسوي أي دمج لهذا التانك. هذه هي المشكلة يا ريزو في التوب لين، وأنه تشينز الحقيقة ما عادش عنده حتى أدنى كيل بريشر على هذه الشجرة، ولكن الكريستال أرو يصيب أم يخيب؟ كريستال أرو من البوت لين القناصي كله القناص كريدي ياخذ السوبر سي سي هنا كبير جدا، وش من طرف ريفن هنا كارف فاضي يصعب 1 في 2 يتخدم على أليمو يتخدم على تشينز، ولكن مازال عايش مازال ما يموتش 1 اس بي مباشرة، ولكن أليمو ياخذ الكيل بالريد بوف نايس بلاي من طرف أش لتسوي أكبر سي سي ممكن من البوت لين إلى التوب لين بالكريستال أرو.
صراع القناصة هذا يعني ما بين زيكور وغريدي، شكون باش يربح لقب أفضل قناص في المباراة هذه. لكن مرة أخرى نفس الشيء، غريدي بعد ما يشوف أنه جميع عناصر فريقه موجودين في التوب لين كالعادة يوري الاحترام اللازم ويبعد على البرج متاعه في محاولة. وأنه جينزو التيميت جراند أنترس من طرف جينزو، ولكن كيف ديب الفلاش أوت نيتو التيميت مهمين جدا يذهبون في لا شيء من طرف ديفان فانديتا محاولة، ولكن كان كيف دي ينتظر هذا الشيء اللي يصير، ولكن بلسي في طوب لين غارة يسوي تي بي ويتقدم على تشينز، ربما ليفل 10 أمام ليفل 11 تشينز ميد لايف، وغارة تقدم عليه تشينز يبحث على الإكزيكيوت. نعم سوف يجد الإكزيكيوت، تشينز سوف يكون في البيز حاليا، ولكن نشوف الجهة الأخرى في ميد لين جينز وفضل يصعب أمام كيف دي يسوي داش أوت عند قالول، ويكون هذا هو البلاي. إلى حد الآن مستوى محترم ومتقارب من كلا الفريقين، صعيب جدا وأنه نحكمه شكون باش يكون الفايز في اللقاء هذا. هذا إذا كان ما نغزروش المستقبل. قعلول دراوزي على قعلول، فلاشات من طرف قعلول، هناك شامبانزي سي سي تشين وكريستال أرو من الفوق، ولكن أليمو يأخذ الكيلو. نيكيف دي يتخدم الجراند أنترس مباشرة على جينزو، يا سلام، ولكن لا جينزو يسوي فلاش أوت مباشرة يتخدم على الدين، ويا سلام على دمج من طرف تولت ويأخذ الكيل دين 1 فور 1 سو فار، ويتخدم مباشرة في الميد لين الدفاع للتولت نمبر 1. نايس بلاي ونايس إجابة من طرف دين على فريق جالاكسي ريزر. جالكسي ريسر اللي لحد الان وعلى الاقل اخر خمسة دقائق هما اللي قاعدين يقوموا بالبلايز، هما اللي يقوموا بالبرو اكتيف بلايز خلينا نقول. ديفاين فانديتا حسب ما نشوفه هما يردوا على هذه العمليات اللي يقوم بها جالكسي ريسر، وهذه حاجه تلعب لمصلحتهم لانهم هما يبدو انهم متحكمين في نسق المباراه. تشوف البوت سيكور فضي سعباس يسم طرف كيف دي، ولكن مش هناك دمج لازم، سيكور يتقدم ان سيكور بال1 في 2 ياخذ الكيل. سيكور يا سلام على بلاي من طرف هذا اللاعب، يعرف اين مكان أليمو ويتقدم بكل ثقه في النفس امام كيف دي الاساسن كويانا وياخذ الكيلو 1 في 1. نايس بلاي من طرف. يظهرني ميس كوميونيكيشن ما بين أليمو وكيفد، يمكن كيفد كان يعتقد انه أليمو يعني باش يشاركوا في هذه العمليه، ولكن كان صعيب على أليمو انه يساندوا. وهذا يعني 1 في 1 ينتصر فيها زيكور، اول كيل ليه في المباراه هذه وخامس كيل لفريق ديفاين فانديتا. التنين القادم موجود، التليبورت على تشينز بعد شويه يكون جاهز، ولكن غارا مستحيل انه يلتحق بالتليبورت نتاعو. هناك برايو في الميد لين، ولكن ليس هناك برايو في البوت لين. سيكور عليه ان يسوي ويف كلير، ولكن اظن انه أليمو في البيز، لان ليس هناك كونتست من طرف فريق جالاكسي ليس على التنين. التنين الثاني لفريق ديفان فانديتا هو تنين المحيطات اللي تكون عليه السول والروح في هذه المباراه، ياخذه مباشره دين، ويكون هذا التنين اللي يسوي 2.5% ريجن الاتش بي كل 5 ثواني. ولكن من الجهه الاخرى جريد تشينز ياخذ الثلث في التوب لين، ويكون هذه بريشر كبيره في الخريطه توب سايد. هذا لانه غارا ما كانش عنده تيليبورت، اذا كان مضطر انه يكون موجود بحث التنين لساند زميله دين. ولكن كيف ما قلت انت ثمن كان هو التير 1 في التوب لين، وممكن نشوفوا صراع على هذا البلوباف. يؤخذ من طرف أليمو، ممتاز جدا سمايت في محله، ولكن جهة أخرى قالول 1 في 1 امام كيف دي، ليس هناك فايت كبير صراحه، هناك باك اب من طرف دين الجنجل نتاعو. قالوا إذا بالميد لين وقالوا حاليا 30 سي اس ادفانتج، ما معنى هو واحد اثنان يكون كاسيوبيا يكون عنده دي بي اس يكون عنده يوتيليتي بالالتيميت بتاعه. نايس بابر من طرف ربما دراوزي من طرف الأليمو، لا ليس هناك دراوزي، كيف دي يذهب الى جهه البلو باف ويؤخذ من طرف تشينز البلو باف. نايس نايس بلاي، اجريسيف بلاي ستايل جميل جدا عند جالكسي ريسر، وهذا المطلوب اذا كان يحبوا يفوزوا في اللقاء هذا. دين كذلك اللي يختار وأنه يبني ليثاليتي بالطبيعة، لأنه ما يوجد ولا تانك على جانب فريق جالكسي ريسر، وهذا هو الشيء اللي فسر الدامج الرهيب اللي يخرج من الكيو متاعه من الاند اوف ذا لاين. فمباراة إلى حد الآن على عكس التوقعات، يمكن توقعنا وأنه بحكم الكومبوزيشن عن فريق ديفاين فانديتا المباراة هذه تكون أسهل بالنسبة ليهم، ولكن إلى حد الآن جالكسي ريسر اي سبورتس ما همش عاطين الفرصه لديفاين فانديتا انهم يجتمعوا مع بعضهم وانهم خلينا نقولوا يفعلوا الكومبوزيشن نتاعهم. وهذه هي الويننج كونديشن لجالكسي ريسرز، عندهم كومبو ايرلي جيم ممتاز جدا، ميد جيم ممتاز جدا، عندهم دمج كبير جدا، عندهم سي سي كبير جدا بالريفن بالكيانا أليمو بالدراوزيز وفي البوتلين. يعني صراحه هذه هي الويننج كونديشن تاعهم، هم يطبقون الخطه بشكل جميل جدا، ولكن ما زال هناك فرصه لديفان فانديتا لانهم حاليا هما اهد في الجولد، الى ما خفت يعني
انه يعرف دابا ديفان فانتا اهيد في الجولد ب 1.6 1.3 كي جولد حاليا. اذا مازال ممكن نشوف هنايا تفوق لهم في التيم فايت خاصه بقعلول بالدي بي اس نتاعو وخاصه بالدين اللي حاليا عنده 2 كيلات. نشوف على مقارب سيكور حاليا عنده المانامون كومبليتد وعنده الشين يعني دمج كبير جدا خاصه من طرف هذا الازرير. الجهه الاخرى جالاكسي يتقدمون على الهيرالد ومش هناك كونتست من طرف ديفان فانتا. نتصور جالكسي ريسر يعرفوا انه السترونج سايد متاعهم هو التوب والميد لين. هذا يفسر انه كل بلايز تقريبا اللي لاحظناهم من عند هذا الفريق كانوا موجودين في الاماكن اللي تحدثنا عليهم. البوت لين جريدي يساعد يعني بالكريستال اروز متاعه سنايبس ولا اروع الحقيقة في اللقاء هذا، ولكن اكثر من هذا مازلنا ما شفناش التأثير متاعه. لكن هذا كل يا ريزو هو نصف القصة، يعني مازلنا إلى حد الآن ما شهدنا ولا تيم فايت ما بين الفريقين، يعني كيف ما يقولوها بروبر تيم فايت، يعني خمسة ضد خمسة. ترو صراحة، وهذه جيم بطيئة جدا في التيمبو، يعني دقيقة 20 وخمسة خمسة في سكور بورد، 2-9 لواحد لصالح ديفان فانديتا، هناك برجين لبرج لصالح ديفان فانديتا، ولكن مازال ما كانش هناك تيم فايت قوي، مازال ما كانش هناك سكرميشز في الجنجل، مازال نشوف أكثر من هذين الفريقين. حاليا الأوبجيكتيف الموالي سيكون هو ناشر اللي يكون من هنا 10 ثواني، أنا لا أظن أنه أحد من الفريقين سيزعم للذهاب إليه، ولكن من الجهة الأخرى التنين الموالي تنين المحيطات سيكون من هنا دقيقتين هو الأوبجيكتيف الموالي. نشوف من سيستطيع ان يستدعي على الفيشن كنترول في البيت في التوب لين. جارا يكون امام كيفدي حاليا، متصورش كيفدي ممكن يعمل دامج على جارا، لكن صراحة صعب جدا وهنا جارا ربما يقتل كيفدي 1 في 1. كيفدي يسوي داش اوت بالايم تاعو ويكون عنده ريسبكت كبير لجارا اللي حاليا عنده الارمور بشكل كبير وكبير جدا. من جهه اخرى عليمو يكون عنده شامبانزي تاعو يسوي له شادوينج في الجنجل. نشوف ان صراحه جارا صعب جدا ايقافه خاصه من طرف فريق فول اي دي كفريق جالكسي ريسرز. كذلك تشينز هو الوحيد اللي عنده بلاك ليفر، هذا يعني وانه بقيه عناصر جالكسي ريسر اي سبورتس صعيب جدا انهم يعملوا دامج على هذه الشجره. في جانب المقابل عندنا اليمو 4-0-1 الحقيقه، مجهود يذكر فيشكر كيف ما نقولوا، عليه 500 جولد باونتي صحيح. عندنا 6 ستاكس الى حد الان، ممكن يزدادوا بعد شويه أقل من دقيقتين يا ريزو على هذا التنين اللي إذا يمشي لفريق ديفاين فانديتا يصير الوضع صعيب على جالكسي ريسر إي سبورتس، لأنه تصير هذه السول بوينت كيف ما نقوله ويتحتم عليهم أنهم يحاربوا بكل ما أوتوا من قوة باش أنهم يمنعوا السول على ديفاين فانديتا. ولازم لازم لازم شيء كبير جدا جالكسي ريسر يشتروا الانتي هيلينج. الانتي هيلينج ممتاز جدا امام جارا امام دين وامام سيكور وقالول. قالول عنده كونكرور بالكاسوفيا تاعو يكون عنده هيلينج رهيب جدا. حاليا ليس هناك اي انتي هيلينج وجريفيس وونت من طرف فريق جالكسي ريسر، صعب جدا في تيم فايت خاصه بالكونكرور لكاسوفيا. كما كنت اقول هيكون هذا شيء لازم ان ياخذوه، خاصه اش ممكن ياخذ ايتم 800 جولد ويسوي به جريفيس وونت، ولكن لازم نشوف ماذا سيقرر جريدي ان يفعل بالجولد بتاعو. في دين في التوب لين يبحث على الجانك على تشينز هو وقعلول، ولكن يبدو لي انه تشينز يحترم المانكب فيجن ويذهب الى الوراء. نايس من طرفه صراحه، احترام ممتاز، ولكن المفروض طوى يبدا السباق نحو هذا التنين نحو السيطره على الاقل على الفيجن من عند كلا الطرفين. لحد الان يبدو انه فريق جالكسي ريسر عندهم الافضليه بالنسبه للفيجن يعني حوالي هذا التنين، ولكن خلينا نشوفوا الريكول جاي من عند قعلول. يعرف وأنه أقل من 5 ثواني تفصلنا على هذا التنين، رفت جميل جدا ومن عند جالكسي ريسر ياخذوا به البرايو، ويبدو أنه هما باش يكونوا عندهم الأفضلية بالنسبة لهذا التنين. نعم احسن تايمينغ لي ريفت هيرالد هو في الميد لين بعد ان يظهر التنين، يعني صراحه يسوي بريشر كبيره في الميد لين. هناك تقدم من طرف جالكسي ريسر على التنين، ولكن شوف دين، ربما نشوف ستيل من طرف دين، ربما نشوف انجيج من طرف جارا. 4 افراد من طرف جالكسي ريسر على التنين ميد لايف، هذا التنين لا سيكون هناك المعجزه من طرف دين. لا ريد تيم هاسلين ذا دراجون وتنين المحيطات تذهب الى جالكسي ريسر حاليا 2-2 وما زالت هذه المباراه في تعادل تام يا اخي جريفيش. الحقيقة جالكسي ريسر لعبوها أحسن ما يمكن العملية الأخيرة، الريفت كان موجود هذا يعطيهم البرايو في الميد لين، شفنا وأنه زيكور كان مضطر وأنه يدافع على تير 2 كان مضطر وأنه ياخذ السياسة ذاك الكل، شيء كان صعيب على دين كذلك أنه ياخذ التنين، لكن جار يمكن يموت.
غارا يمكن يموت، عنده الماجيك ريس، عنده الارمر، ويتقدم عليه كيف دي ولتيميت من طرف غارا، ولتيميت من طرف فونتيون شوي في وان لهذا الغارا، وشوف دامج اللي يسوي عليه كيف دي، دراوزي من طرف ليليا وتقدم ليليا عليه مباشره، شي سي من طرف شوبنزي، وكمان غارا بالهيلينج اجنايت على غارا مباشره، يسوي دامج رهيب، فلاشات من طرف غارا، وينو كيف دي ذهب كيف دي للميد لين، وغارا لا يموت 1 في 3 في البوطين، ومن جهه اخرى ديفان فونتيتا يتقدمون على الناشر ليكون في دقيقه 29، وبلوتي ما سين دبار الناشر تقدم من طرف تشينز، ولكن ليس ممكن استيل على دين وفلاش اوت من طرف تشينز مباشره، ونايس كول ماكرو ممتاز من طرف الفريق التونسي. جالكسي ريسر كان شكلهم جيد جدا الحقيقه بعد التنين، ولكن للاسف بعد العمليه فيا البارون باور بلاي موجود تحت ايادي ديفاين فانديتا وغارا. اوكي قبل هذا تشينز يبقى على قيد الحياه، لكن شنو هذاك يا ريزو؟ غارا ما ماتش، غارا ما ماتش، غارا او بلاتيني سوبريم ديسبي من طرف الاستاذ كيانا، وتريبل شارم من طرف تشينز، ويا سلام دمج كبير على شامبانزي بشيلد، هو يتمبريز، ولكن دين بالالتيميت تايمينغ ممتاز جدا ياخذ الكيم جاري من وخانيا علي مفضل يصعبها، فلاش اوت من طرف علي موبيل ليليا بتاعه، ولكن هناك تشيس من طرف ديفان فانديتا، ويا سلام صراحه، يا سلام على تيم بلاي، يا سلام على تيم فايت، غارا يسوي تمبريزيشن ممتازه في البوتلين، مش ممكن تقتل الشجره صراحه، تنكنس رهيبه امام فول اي دي كوم، تناسق ولا اروع ما بين زيكور وجينزو. زيكور اللي استعمل ستوب واتش نتاعه في الوقت المناسب، يليها كذلك الجراند انترنس من عند جينزو يبقي على زيكور على قيد الحياة. تبارك الله تبارك الله. ما شاء الله على اللاعبين التونسيين صراحة، ممتاز جدا هذا التيم بلاي من طرفهم، ونيا البارون باور بلاي بدأ يظهر، 3000 جولد فرق ما بين الفريقين، تفوق لديفان فانديتا التونسي، يذهب قالوا إلى الجنجل يأخذ ريد بف للأستاذ علي مو، لا ليس هناك أخذ ريد بف، هنا يكون قرر وقالوا له ربما فضيحة شمبانزي بي سي سي، ولكن هناك جينزو بالنوك أب، ونتقدم نيا زيكوم جيرمي سلام وان شوت على الأستاذ شمبانزي، ويبقى علي مو هنا 1 في 3، وين مشى وين مشى شمبانزي صراحة، سؤال وجيه يا جيلي فيش، نشوف هنا ديفان فانديتا يتقدمون في الميدين 4 أفراد منهم، وصراحة صعب جدا الوضع على جالاكسي ريسرز. صحيح جنود ديفاين فانديتا يتقدموا بخطوات ثابته في هذا الميدلين، خطوات يعني تزعزع الارض تحت جالاكسي ريسر، تبعث الرعب في قلوبهم، ولكن يبدو ان الريكول موجود حاليا من عند دين، يخمم مرتين ويقرروا انه يعمل ريكول الجميع، ويبدو ان الوجهه التاليه باش تكون التوب لين، قال متجه غادي. نعم يبدو لي كذلك صراحة، أنا كمان الأوبجكتيف المولي هو التنين المولي للمحيطات، هو التنين يكون من هنا دقيقة 50 ثانية حاليا أمام كومبو تقريبا فوليدي، هناك أليمو بالليلة بتاعه وعنده 4 كيلات 0 ديتس و 6 ستاكس من المجاي، عنده دمج أي بي كبير جدا، ولكن نشوف بأنه الجميع يعني يأخذ لا يأخذون الكثير من الأرمر صراحة، فريق ديمان مودتا اكسبت ربما سيكور بالايسبورن جونتلت، والتوب لين غارا نحن نعرف الجميع يعرف انه سوبر تريح، نشوف دمج سيكور إيه دمج كبير، دمج كبير 10% اتش بي بي كيو واحد، والالتيميت لا يموت لسوء الحظ، تراي ممتاز جدا من طرف سيكور، يعني صراحه ازيلا يكون مشكل كبير جدا في هذه المباراه، شوف الفرق في السي اس في الاي دي سيز يا جيلي فيش. وهو كذلك الوحيد كيف ما قلت انت اللي عنده ارمر هو غارا، ويبدو انه صعيب او شبه مستحيل على فريق جالكسي ريسر انه يقتلوا غارا، التركيز نتاعهم الكل باش يكون على الباك لاين، وعندك يعني اساسن، عندك مثلا كيفت، عندك كذلك شامبانزي، عندك تشينز اللي الهدف نتاعهم وانهم يعملوا دايف للباك لاين، لانه غادي السكويشي تارجتس، عندك زيكور ممكن تقتله، كذلك قعلول جينزو، ولكن كثير من الكراود كنترول موجود الحقيقة من جانب ديفاين فانديتا، فبش يصعب جدا هذا الديب دايف على جالكسي ريسر، خاصة جينزو بالجراند انترس نتاعه كان ديما اون بوينت، ونتصور وانه بش يواصل هذا الأداء في بقية المباراة. وصراحة الأمر يذهب لصالح فريق ديفان فانديتا التونسي حاليا، نصل للدقيقة 30 تقريبا، هناك 3 ايتمز من طرف كاسوبيا، 3 ايتمز من طرف إزريل، هنا تانكنس رهيبة من طرف غارا، وهذه هي الويننج كونديشن لهذا الفريق التونسي، عليهم الوصول إلى هذا الحد ووصلوا إليه حاليا، سيكون الأمر صعب جدا على جالكسي ريسرز للفوز بأي تيم فايت كيف ما كان، حيتاش هناك دمج كبير من طرف قالوا البي دي بي اس، هناك دمج كبير من طرف دينوك سيكور، والتانكينس رهيبه فرونت لاين، الغارا لا يموت شجره ونصف صراحه في هذه التوب لاين، يتقدم عليه هنا تشينز هو وعليمون، ربما نشوف هنا محاوله رقم 2 في ال1 في 2، يتقدم غارا بالالتيميت بتاعه يداشي ان واو كيو وتسوي ستوب واتش للتمبريزيشن مره اخرى، فانتيون 3 في 1 في التوب لاين، غارا مازال عايش، غارا بدروز ربما من طرف عليمون، غارا مازال لا يموت، ولكن في اخر المطاف يستطيعون اخيرا قتل هذا الشجره في التوب لاين، من جهه اخرى شوف ديفان فضلت اجابتهم، شوف اجابتهم، اخذوا التنين اخذوا البوتلين، والان بريشر كبيره في الميد بوت سايد، ثاني مره تصير نفس الغلطه يا ريزو،
يركزوا على جارا ولكن ينساوا أنه ثم بارون، ينساوا وأنه ثم السول بوينت اللي هي من مصلحة فريق ديفاين فانديتا. هل أنه كان وورث الكيل هذا على جارا؟ ما تصورش، ما كانش حتى عليه شات داون. يعني إذا كان عليه 700 جولد شات داون ممكن نجم ونتفاهمه، أوكي 1000 جولد تمشي التشينز ولا تمشي الأليمو أوكي، ولكن أنك تضحي بالتنين بسول بوينت باش أنك تاخذ كيل على جارا، الحقيقة مش وورثت، وقرار مشكوك فيه شوية من عند جالكسي ريسر. قرار صعب جدا صراحه، انا ما متفقش بتاتا بهذا القرار اللي سو جالكسي ريسر. اصلا جارا هو 0-2، مش هناك اي ادد فاليو بقاتله حاليا، كان اصلا ما يسويش بوش كبير في التوب لين، كان جيت التوريت بتاعه. يعني صعب جدا هذا القرار، ولكن اخذوه جالكسي ريسر. استعملوا ثلاث التيميتس، استعملوا ثلاث افراد من فريقهم في التوب لين اللي شات داون على جارا، ومش شات داون لكل على جارا، ولكن من جهه اخرى ديفان فونديتا اخذوا التنين سول بوينت للفريق التونسي، تورت في البوتلين، بوش في الميدلين، وهنا بريشور كبيرة في الماب حاليا من طرف هذا الفريق. نشوف كيف سيستطيع فريق جالاكسي ريسرز الرجوع في المباراة. نسولك يا أخي فؤاد، في رأيك ما هي الويلينج كونديشن حاليا لهذا الفريق جالاكسي ريسرز؟ لما حالة التنين كان يكون وين كونديشن باهية، مازال عندهم فرصة بطبيعة الحال لأنه يفصلهم تنينين فقط على هذه الوين كونديشن، لكن بعد مرور 10 دقائق تقريب باش توصل للتنين الثاني، السكيلينج من عند فريق ديفاين فانديتا باش يكون وصل إلى درجة مقرفة شوية، فمش عارف يعني. كذلك تقريب جميع الشامبيونز الموجودين على فريق جالكسي ريسر هدفه أنك توصل للباك لاين، ولكن صعيب أنك تلعب ضد جارة، تلعب كذلك ضد قعلول بالروت متاعه، كذلك جينزو بالجراند انترنس، فصعيب. حتى منزيكور عنده يعني الجانتلت، فالايسبورن جانتلت، فما نعرفش، صعيب جدا. خسروا الدرافت الحقيقة، ويبدو أنه هذا هو سبب خسارتهم في الجيم هذه. بطبيعة ديما نقولوا كل شيء ممكن، اللغة الخشبية عرفت، كل شيء ممكن، ولكن صعيب جدا الحقيقة في المباراة هذه إذا كان حبوا نكونوا واقعيين. نذكر المشاهدين انه حاليا عليمو باللي تاعو عنده 10 ستاكات في المجاي، عنده 5 كيلات حاليا، هو الوحيد اللي عنده الكثير من الكيلات في، هو الوحيد اللي عنده كيلات في فريقه اكسبت شامبانزي بكيل واحد بالبانتيون سبورت. مش يكون فرق كبير جدا ويسوي فرق كبير في التيم فايت صراحه. 5 كيلات على عليمو ليليا هو الاي بي الوحيد، يعني اذا استطاع ديفان فونديتا قتل عليمو فليس هناك اي اي بي دامج من طرف جالكسي ريسرز، ليس هناك اي دامج بتاتا من طرف جالكسي ريسرز، لانه الجميع ليس له كيل. كيف دي اخذ الكيانه ما دارش فرق صراحه، صفر كيلات ديت واثنان اسيست، عنده فول ليتاليتي بيلد، ما يمكنش يسوي انه وان شوت على اي واحد من افراد الفريق التونسي، صعب جدا الامر. نشوف ما هو قرار جالكسي ريسرز. انا بالنسبه لي هو يعني صراحه الوين كونديشن تكون ربما الالدر دريك، اذا استطاعوا ان يسووا الالدر دريك، ولكن من غير ذلك صعب جدا. هناك يسألوا في ميدلين ولكن لا يمس من طرف كريدي، محاوله ولكن صعب جدا. لما حاله خممت في حاجه يا ريزو، هل انه السبب متاع محاولات قتل جارة هو انه نربح ستاكس على أليمو؟ هل هذا هو يعني الخطة؟ هل هي وين كونديشن لمصلحة فريق جالكسي ريسر انه تشامبيون وحيد اللي يعمل ماجيك دامج ياخذ كيلز؟ صراحة ممكن هو الشامبيون الوحيد اللي عنده اي بي دامج كما تقول، ولكن لازم يعطيو كيلات الافراد الاخرين. يعني ممكن نفكر كذلك اذا كان الافراد الاخرين عندهم كيلات هما كمان وعندهم دامج اي دي هما كمان، ولكن حاليا زيرو كيلز على جريدي، زيرو كيلز على كيف دي، وزيرو كيلز على علبه تشينز في التوب لين، صعب جدا. عنده الانتي هيلينج ريفيوس ووند من طرفه، من طرف جريدي ومن طرف البانتيون، هذا شيء جميل جدا، ولكن ما يكونش كافي لتسوية الفرق في هذه المباراة. الآن عندنا البارن اللي يكون من هنا 15 ثانية، يعني يكون هو الأوبجكتيف الموالي. سول بوينت لفريق ديفان فونديتا تكون من هنا 3 دقائق، يعني ربما نشوف، نتصور أنه ديفان فونديتا يتقدم على البارن 10، يأخذ الفيجن على البيت، وربما من بعد ذلك نشوف تشكيلة 1-3-1 أم 1-0-4، وربما كنترول على الأوبجكتيف الموالي اللي هو تنين المحيطات اللي يكون عليه السول لفريق ديفان فونديتا. حاليا تفوقهم في هذه المباراة باين، هناك 3000 جولد ادفانتج لهذا الفريق، 5 ابراج لثلاثة. هنشوف، صعب جدا ولكن هنشوف. ويمكن هذه اول مرة نشوفوا فول تيم فايت، نشوفوا 5 ضد 5، حاجة الى حد الان ما شفناهاش في المباراة هذه، ولكن ممكن البارن يكون سبب كافي باش انه يفرض على كل اللاعبين انهم يكونوا متواجدين حوله. جارا عنده التليبورت، كذلك نفس الشيء بالنسبه لتشينز. صحيح انتم ما تشوفوش الخريطه، ولكن تشينز حاليا هو وجارا اثنين موجودين في البوت سايد، هذا يعني وانه 4 عناصر من كلا الفريقين موجودين حول
البارون التيليبورت تايمينج باش يكون مهم جدا من عند غارا وتشينز. ولكن اخيرا يمكن باش تجينا اجابه على السؤال نتاعنا، هل انه فريق جالكسي ريسر عنده الدامج الكافي باش انه يربح التيم فايت ضد فريق ديفاين فانديتا؟ هذاك هو السؤال. انا اظن للفوز بالتيم فايت لازم دراوزي كبير على اربع اشخاص اتليست، ونشوف ربما شي سوبريم ديسبلاي اوف تالنت من طرف كيف دي بالالتيميت ليكيانا اللي يكون على الكثير من الافراد هو كمان، وربما ربما ربما في ذلك الوقت نشوف تفوق الجالكسي بس في تيم فايت. لازم الكومبو، لازم تشين للدمج او سي سي، ولكن اذا لم يستطيعوا فسيكون الامر صعب جدا في هذا التيم فايت الموالي. علي مفلم الدين امام دين، نشوف من سيستطيع ان يسوي هذا النشر الاول، وهل سيستطيع اصلا واحد من الفريقين ان يسويه؟ شوف غارا في البوتلين لا يمكن ان يسوي اي دمج عليها تشينز. صحيح بالريف ان الدغدغ يعني في غارا ما ثم حتى ادنى دمج. اوكي الريد باف هذا يمشي الى مصلحه جالكسي ريسر، والان تبدا الحرب على هذا البارون. خلينا نشوفوا شكون باش يطلق الرصاصه الاولى. ممكن يكون جينزو، لانه جينزو هو حسب ما نشوف حاليا في غياب غارا هو الانجيج تول الوحيده اللي موجوده عند فريق ديفاين فانديتا. ممكن قالول بالتيريفاين جيز نتاعه، ولكن ما تصوروش يحب يريسكي ويكون موجود في الفرونت لاين. فثواني معدوده وتبدا الضحايا بالتساقط. ثواني معدوده، وصراحه بدون وجود غارا لازم الفريق التونسي يلعبها بيل، يعني يلعبها فرونت تو باك ويسوي كايتينج للفريق جالكسي ريسرز. ولكن هنايا دبل دامج من طرف الاستاذ اليمو على قالول وسيكور، ولكن مش هناك دراوزي. النشر يبدا من طرف الدين، ونشوف هنا ربما تيم فايت. دراوزي مباشره من طرف اليمو يتقدم من جهه هنا، دراوزي على جينزو، كريت ارو على جينزو، جينزو فاضي 17 اوت من طرفه، ولكن تي في من جهه اخرى من طرف غارا. ربما نشوف تقدم الشجره على هذا التيم فايت من جهه اخرى. تشينز هو كمان ياتي ويصل في الوقت المناسب، عنده الموف سبيد اللازمه، ولكن ليس هناك دات، ليس هناك انجيج بتاتا حاليا من طرف الفريقين. ولكن جينزو سوبر سوبر لو، مازال عنده الالتيميت نتاعو، مازال عنده الفلاش. ربما نشوف هنا كونتست على هذا النشر. صراحه جالكسي ريسرز يبداون هذا النشر، وربما نشوف تيم فايت اما قليل. هناك فيجن كبيره من طرف ديما بدات تشوف كيف دي وينو، كيف دي يبحث عن الفرصه، كيف دي وني ريفن تكون عندها يبحث عن البيك غارا بالالتيميت نتاعو، فلاش من طرف غارا وسيس كبير، لكن ستوب شوت ستوب بوزيشن. نشوف هنايا يتقدم بوزيشن على قالول، لكن نشوف سوبر ديستر تاون كي دمج كبير، وقال ياخذ كي الاول وان فور سو فار، يكون الالتيميت من طرف جيس دمج كبير جدا، ويتقدم هنايا سيكور بدي بي اس نتاعو كيو ورا كيو وتوتاك ورا توتاك، الكل سوبر لو من طرف جالكسي ريسرز. يتقدم غارا، هو الفرونت لاين، هو العملاق في هذا الفريق التونسي، ويسوي زونين كبير على ثلاث افراد، هو لوحده. ونشوف هنا الفريق التونسي يتقدم على البار الناشر، هل سيكون اكثر ام لا؟ غارا يذهب الى الامام، غارا يرجع الى الوراء، غارا يكون عليه دمج من طرف اليمو الجهه الاخرى. اش بالفيجن غارا فاضي سابا، يتقدم برصاص على اليمو بدمج كبير، ربما اليمو بدراوزي، ربما اليمو بي سي سي، يتقدم عليه شامبوزي هو كمان. غارا فاضي سابا سوبر لو، ولكن يكون لك كيلو نايت كلين طرف سيكور، سوبر سوبر نايت كلين طرف سيكور. هنايا كابتن جاك يتقدم سيكور بالالتيميت نتاعو، الكيل على جريدي هو الاول، ويتقدم سيكور قالول هو كمان بالمساعده لقالول، والكيل دابا لقالول تشوكي الصفار من طرف تونسي، وياخذون ناشور وياخذون الكيلات وياخذون الادفانتج في هذه المباراه يا اخي. جيري فيش جي جي له. هذه هي بالضبط المشكله اللي كنا نتحدثوا عليها بالنسبه لفريق جالكسي ريسر. يمكن بعد شويه تجي الاعاده، ولكن اللي صار وانه تقريب كان مستحيل على جالكسي ريسر انهم يوصلوا الباك لاين. الوحيد اللي وصل يظهر لي هو تشينز، وهذا اذا كان مانيش مخطئ بعد ما استعمل فلاش، ولكن يموت مباشره بمجرد انه يحط ساقه في الباك لاين تاع فريق ديفاين فانديتا. هذا كل يبقى في الماضي، خلينا في الحاضر. طبعا انجيج من طرف جينزو على اليمو، فلاش اوت مباشره من طرف هذه الليليا اللي حاليا اخذت بعض البوك صراحه من طرف جينزو دين، ولكن مش كافي ان ربع دم مشى. هي سول لفريق ديفاين فانديتا، لازم الكونتيست من طرف فريق جالكسي ريسرز. وين كي شمبانزي، وين كي اش، ليس هناك كريدي. وهنايا سول سريعه جدا وخفيفه جدا من طرف ديفاين فانديتا التونسي، ياخذون السول، سول تنين المحيطات، ياخذون ناشر، والان لهم الكلمه. الان عليهم تشكيل، يعني فعل تشكيله في هذه الخريطه لاخذ الادفانتج والسنوبول في انهاء المباراه. عندهم السول، عندهم البارون باور بلاي، هذه هي الويندو خلينا نقولوا اللي لازم فريق ديفاين فانديتا يستغلوها باش ينهيوا هذه المباراه لمحاله الوضع. خلينا نقولوا
مع تقدم الوضع يصير الوضع اسهل بالنسبه لفريق ديفاين فانديتا لانه سكيلينج عندهم احسن، ولكن شوف كيف في الفلانك، شوف كيف دي يبحث على الفلانك، ربما كيف دي بالالتيميت بينزل على شخصين، كيف دي بدمج كبير جدا ولكن هو يسوي عليه وان شوت ياخذ، لكن مباشره نوك اوت من طرف تشيزو على شخصين وانت ياسين فايت الكاد اندرس تشيز في اصابه تشيز سوبر لوت راوزي من طرف ليلي على شخصين هو كمان، ولكن غاراش شوف غاراش سو ثانكيو قالوا لي تخدم في تيم فايت هو كمان لي اني ماذا تفعل، يدخل عليه غارا ياخذ الكيل نايس من طرف كاد على شمبانزي ونيت بريكيم طرف دين، ربما نشوف اكثر دين يتخدم على جريدي ربما كوادرا كيم طرف دين وانا يبقى الاستاذ شمبانزي وحده سموك سكرين دين يتخدم مباشره عنده اتاك واحده ستكون كافيه وبان تاكل من طرف الجنجل تونسي جي جي والبلاد ليتيفان فانتيتا التونسي ياخذون الكيلز ياخذون التيم فايت وياخذون الجيم وياخذون الفوز في هذه المباراه الاخيره اليوم يا اخي جيري فيش. وما فماش طريقه احسن مش انك تنهي المباراه من انك تاخذ بنتاكيل، نتصور يعني فوز مستحق، فوز ولا اروع، انضباط من عند فريق ديفاين فانديتا، ربحوا الدرافت ربحوا الجيم كلها، عارفوا كيفاش يتصرفوا وما شاء الله عليهم مستواهم يتحسن من اسبوع الى اسبوع، وما نعرفش نقول اكثر من هكا. مبروك دين البنتاكيل، مبروك ديفاين فانديتا، حظ اوفر لفريق جالكسي ريسر سبورتس في المستقبل. تحب تقول حاجه ريزو قبل ما نتوقف؟ معلوم يعني صراحه هنيئا للفريق التونسي، نايس بنتاكيل اخي دين تبارك الله عليك، وصراحه جي جي والباد لهذا الفريق اللي لعب على الويننج كونديشن تاعو، لعب على تورتلينج المباراه، وصل الاي بي كاري ديالو الميد لين والاي دي سي اللي له في البوتين الى 3 ايتمز والبور سبايك اللازم للفوز بالمباراه، وتقدم دين بسكيلز دين يفليكس العضلات نتاعو صراحه، ياخذ بنتاكيل في نهايه المباراه ولا اروع لهذا اليوم، اليوم الاخير في هذا الويك الاي سي. شكرا للمتابعه، شكرا لك يا فؤاد للكوكاستينغ معايا اليوم، ونخليه الكلمه للاستاذ الكبير فانسي اي دي سي واستوديو التحليل. الف شكر لك حبيبي رايزو، الف شكر لك حبيبي جلفيش، يعطيكم العافيه شباب، وحياكم الله مره ثانيه في السيد التحليلي. وصراحه ايش ممكن يكون في طريقه افضل انك تخلص اخر جيم في اخر الاسبوع في بنتكل من فريق ديفاين فانديتا؟ ابداع الصراحه من جريفز، دين ابدع في المباراه هذه، كل شباب فريق ديفاين فانديتا ادوا اللي عليهم بافضل صوره ممكنه، الف مبروك لهم الفوز. نبدا معاك يا مورغان على طول، ايش صار في الجيم وجيكس ار؟ صراحه يعني كانوا بالبدايه ماشيين صح، بس بعدين شفنا الوين كونديشن حقهم يروح زي ما ذكرنا، بما ان اللي حقهم هو الأساس، بعدها أخسروا الجيم بشكل كبير. فإيش اللي كانت الأخطاء اللي عندهم في الإيرلي جيم اللي منعتهم أنهم يخلصون الجيم بسرعة؟ اللي حصل هو اللي أنا كنت بكلمك فيه أنا وجليف، يعني كان البوينت اللي حتى جليف تريق عليها فيها لما أنا قلت في أول الجيم أن أنا حابب أشوف جريدي سميرة. تخيل أن جي إكس آر لعبوا بنفس تيم كومب دي بنفس كان معاهم بدل اش كان في سميره او كان في ديكاري، يعني فاهم اجريسيف كده اكتر من كده في الايرلي جيم. طول طبيعي جدا ان ديفاين فانديتا هم اللي هيكونوا احسن في الليت جيم من حسب الكومبوزيشنز. صراحه الماكرو بلاي هنا كان عندي دي في ولا اروع، السنايب دي بالذات هنا من جريدي كانت ليفل تاني خالص، اش سنايب من داون تاون. يعني بص يعني متعودين دايما الميتا تكون ان شن مثلا والتوب لينرز هم اللي بيجانكوا البوت لينز بالكروس ناب التيميتس، بس لا جريدي هنا انا اللي هجانككم بالاش التيميت ارو، كانت بلاي رائعه سنايب ولا اروع كانت موجوده من جريدي، بس ستيل كانت المستيك ان الجيم طول. جي اكس ار ما قدروش ان هم يقفلوا الجيم قبل ما يكون ديفاين فانديتا ادر برايم، قبل ما يكون ديفاين فانديتا اقوياء في ال5 في 5، قبل ما يكون ديفاين فانديتا بيلعبوا على الوين كونديشن بتاعهم هو التيم فايتس والليت جيم. اتكلمنا وقلنا ان جي اكس ار لازم يكونوا احسن في الايرلي من كده، وشفنا منهم بلاي ستايل كويس جدا، بس زي ما قلت لك التيم كومب اش ما كانتش حلوه تماما. لو كان في سميره، لو كان في ميد لين مصر على سميره انا مصر على سميره. بص يعني صراحه البيكس البلاي ستايل كان رائع، بس البيكس ما خدمتهمش للاسف فعلا. الشباب يعني كان عندهم فرصه انهم يلعبون الكومبوزيشن حقهم افضل، لكن حمزه حاب اسالك على موضوع الفريق ديفاين فانديتا والقوه اللي عندهم. يعني معقوله انه الشباب كانوا يعني ما عندهم فرصه انهم يخلصون الجيم؟ فريق ديكس اللي جيم حقهم كان مره ممتاز، بس بالاخير فجاه فريق ديفاين فانديتا قدر يسوي كومباك كويس. هل تشوف انهم لعبوا اللي جيم حقهم بشكل كويس وكانوا سيف، ولا انه يعني مجرد التيم كومبوزيشنز هو اللي ساعدهم انهم يخلصون الجيم بسرعه؟ ديفان فانديتا صراحة played early game really well. شفنا من عند Galaxy Racer Esports really aggressive early game. شفنا غارا مات مرتين، شفنا قعلول مات مرتين في الميد لين. صراحة Galaxy Racer did what they have to do. حاولوا أنهم ياخذوا early kills، حاولوا أنهم يعملوا snowball، حاولوا أنهم يعملوا fights early، وكان عندهم advantage as a central point. ولكن كما قال مورغان شحال ما طوالت الجيم، شحال ما ديفان فانديتا كانوا لاعبين الوين كونديشن ديالهم. غارا كان واحد البيج تايتن في توب لين اللي ما كانش يقدر يموت. قالولك كيدير بيج دامج. كيانا ريفن كومبو ما كانش كافي باش انه كري تيم فايت. كيانا كتقدر دير داش، كتقدر دير التيميت دي بلاي اوف سكيل، ولكن ريفن
صعب صعب جدا انك تحرك بريفن وسط موكا وسط كاسيوبيا. صعب صعب جدا انك لعب. وصراحه كونغراتس ديفاين فونديتا عندي سون بوينتس نقدر نهضر عليهم. وان دين played so well and he builded so good as well. صراحه the whole week كنشوفوا انفينيتي ايدج جريفز رابيد فاير جريفز سم ريلي ويل بريدز دين مشيومو فانتوم دانسر هي بيلد ريلي ويل. وفي الاخر شفنا البنتاكل نتاعو. كونغراس ليفان فونديتا الوين. وصراحه ريلي ناستر من جالاكسي فعلا الشباب في فريق دبابه ديتا يعني هذا هو اللي كنا احنا نبغاه منهم انهم يرجعون على المستوى حقهم اللي احنا نعرف فيهم. لكن الف مبروك لهم على الفوز في المباراه هذه. والان هذا بيكون هو الفوز العاشر لهم في الموسم الثاني مع 4 خسارات فقط. قاعدين يتطورون قاعدين يتحسنون. وعلى الأغلب أنك راح تشوفهم من التوب 3 أو التوب 4 من الفرق اللي موجودين معنا في البطولة في الموسم الثاني من البطولة. الله يعطيكم العافية ما قصرتوا أعزائي المشاهدين. وبرضو عند المحللين والمعلقين ألف شكر لكم على تواجدكم معنا وألف شكر لكم على تحليلكم. واستمتعنا معكم جدا صراحة اليوم. يعطيكم ألف عافية أعزائي المشاهدين. وبكذا نكون وصلنا إلى نهاية الأسبوع. صراحة أيام اليوم الأيام الأسبوع هذا كانت مرة ممتعة وشفنا مباريات ومفاجآت كثيرة كالعادة. المفاجآت حرفيا ما توقف في كل أسبوع. يعني سمون إيري يفوز على أحد من أقوى الفرق فريق جالاكسي ليسر إي سبورتس يواجهون ديفان ديتا وديفان ديتا بالأخير يجيبون بنتكل. درافت جديدة باتشات جديدة قاعدة تنزل وبتغير البيكس والبازل موجودة من اللاعبين. وهذا هو